في تحدي النهاردة هنحاول ان احنا نعمل شوبينج لمدة 24 ساعة. واو، انا ليه عملت في نفسي كده؟ وي Welcome back to my channel. اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب، انا روان داش. فيديو النهاردة جايز هيكون فيديو انا متحمسة له جدا، مش قادرة اقول لكم الحماس اللي انا فيه للفيديو ده. فكرة النهاردة جايز جديدة ومختلفة ومتأكدة 100% ان انتوا هتحبوها. النهاردة يا جماعة هعمل حلم كل البنات. اللي انتوا شايفينه في عنوان الفيديو ده هو ده بالظبط اللي هنعمله النهارده. هنعمل شوبينج النهارده مع بعض لمدة 24 ساعة بدون توقف. طبعا اي تحدي لازم يكون فيه قواعد، والقواعد بتاعت التحدي ده سهله جدا وهقول لكم عليها دلوقتي. اول شرط هو اني لو دخلت اي محل ممنوع اطلع من غير ما اجيب اي حاجه منه ولو حتى لبان. وتاني شرط وهو اني طبعا ممنوع اوقف شوبينج لو مهما حصل. يا جماعه البقاله هتتحسب، السوبر ماركت، الجمعيه، كل الحاجات دي، حتى الصيدليه. بليز جايز لو حبيتوا فكره الفيديو ده مبدئيا كده اعملوا لايك كبير جدا على الفيديو، لانه اللايك بيعرفني ان انتوا حبيتوا الفيديو وبيشجعني كمان اني اعمل لكم فيديوهات اكتر واحلى. سو بليز اعملوا لايك وسبسكرايب لقناتي جايز، لانه انا بتابع على الفيديوهات وبعمل اللي عليا. سو انتوا كمان لازم تعملوا اللي عليكم، تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت وبس. Let's go shopping 24 hours. اوكي يا جماعه، سو الساعه دلوقتي بالظبط 10 وربع الصبح. بما ان الساعه دلوقتي 10 وربع الصبح خلونا نروح اول مكان نفطر. لازم افطر واشرب كافي علشان اعرف اعمل شوبينج كده بنشاط، وعلشان نبدا اليوم كمان بطريقه حلوه، وعلشان ما افلسش اكيد في التحدي ده. فهحاول على قد ما اقدر اني اخلي الليمت بتاعي النهارده للشوبينج 1000 درهم. فيلا بينا على ستاربكس. هو ده فطاري للنهارده جايز، جبت الكافي اكيد وجبت كمان كرواسون بالجبنه. اوكي يا جماعه، وصلت على المول، ومن هنا هيبدا التحدي بتاعنا النهارده انه هنعمل شوبينج لمده 24 ساعه. فيلا بينا نروح على المحلات علشان انا متحمسه جدا وعارفه ان انتم متحمسين. سو ليتس جو. اول محل دخلته هو مونكي، وانا داخله بصراحه كنت ناسيه القرار اللي انا قررته، وانه ممنوع اطلع من غير ما اشتري اي حاجه. فدلوقتي لازم اشتري حاجه من المحل ده، وبجد مش عارفه اشتري ايه. سو خلونا نشوف. كان نفسي قوي في جاكيت للشتاء، وعندهم جواكت حلوه، فتعالوا نشوف لو عندهم جاكيت ممكن نشتري النهارده. شوفوا هو ده الجاكيت اللي عجبني. المقاس ده اللي هو لارج، بس انا حاسه ان هو كبير عليا شويه الصراحه. بس شوفوا ما احلى، حبيت. 2 hours later. اوكي، سو شكلي هاخد حاجه من الاكسسوارز دي، لانه ما فيش لبس عاجبني خالص، فتقريبا هاخد ده. 24 hours you've been doing shopping? Yes, shopping for 24 hours and this is the first store. Okay. Hi. وجينا لتاني محل اللي هو H&M. البلوزة دي حرفيا انا قوي. يا جماعة انا لسه ما بقاليش يعني حرفيا 10 دقايق داخلة، وشوفوا معايا كم حاجة. So
6.5 hours later. تخيلوا يا جماعة اني بقالي ساعة هنا بجرب هدوم وفي الاخر ما طلعتش غير بلاجينز لونه اسود، على اساس ان ما عنديش لاجينز لونه اسود يعني. اوه ماي جاد، اعتقد ان انا لقيت اكتر حاجة كيوت في العالم. شوفوا الجمبر ده يا جماعة، شكلي هاخد واحد. يا جماعة أنا هموت من العطش حاليا، so هروح أجيب مية لأني فعلا عطشانة جدا، الشوبينج بيعطش. اوكي ودلوقتي هروح على Bath & Body Works لأنه شفت إن هم عاملين سيل حلو قوي للكريسماس. جايز شوفوا ما أحلى الزينة. Oh my god. يعني ما اعتقدش في حياتي في محل في الدنيا بيخليني مبسوطة زي Bath & Body Works. شوفوا الزينة جايز، شوفوا ما أحلاها، وريحة المحل تجنن على فكرة. بجد يا جماعة الشوبينج ده لازم يعتبروه نوع من انواع الرياضة قد ما احنا بنمشي وبنعمل مجهود. المهم خلوني دلوقتي اوريكم كل الحاجات اللي جبتها. اول محل رحت عليه هو مونكي، ومن مونكي جبت الحلقان دول. انا بعشق الحلقان اللي بيبقوا على الشكل ده، وكمان ما عنديش خالص اللون السيلفر. وبعد كده رحت اكيد على اتشن ام، من اتشن ام جبت الجامبر ده، شوفوا ما احلى جايز، مرسوم عليه من هنا ميكي ماوس، ولونه هو اللي خلاني اجيبه الصراحه لانه لونه يجنن. وكمان من اتشن ام جبت ليجنز اسود، على اساس انه ما عنديش مليون الف ليجنز اسود، تقريبا عندي فوق العشرين واحد بلا مبالغه. بعد كده في عندنا Bath & Body Works، اكيد العشق الحب الاول والاخير. كنت متخيله بصراحه اني هجيب حاجات اكتر من Bath & Body Works، لكن كل اللي جبتهم هم هاند سانيتايزرز. كانوا عاملين اوفر انه اشتروا 3 وخدوا 3 فري، سو جبت كلهم هاند سانيتايزرز لانه كانوا خلصانين من عندي. وعامه بحب قوي الهاند سانيتايزرز بتوع Bath & Body Works لانهم صغيرين كده وبيدخلوا في الشنطه، ده هخليه معايا هنا في الشنطه. واخر محل رحت عليه هو سيفورا، وكنت محتاجه كونسيلر جديد لانه الكونسيلر بتاعي خلص، ده الكونسيلر المفضل بتاعي من ميك اب فورايفر. لحد دلوقتي انا صرفه 420 درهم مع الميه مع الفطار مع الكافي مع كل حاجه اشتريتها، لكن لازم بصراحه اهدي اللعب شويه لانه لسه باقي لي يوم طويل جدا من الشوبينج. فدلوقتي هنروح على مول تاني وهنكمل التحدي ده، مع ان يا جماعه فعلا فعلا بدات اجوع وبدات اتعب، لكن هنكمل. اوكي يا جماعه وصلت على المول، وخلونا نشوف ايه اول محل هندخله النهارده. معقول اجي مارينا مول من غير فورايفر 21؟ اكيد مش معقول جايز. years later. اوكي يا جماعه، سو هي دي الحاجه الوحيده اللي لقيتها في Forever 21، بجد بجد مش عارفه اختار ايه تاني، مفيش اي حاجه عجباني. هاخد لفه اخيره في المحل واشوف لو هلاقي اي حاجه تانيه عجباني ولا لا. اوكي وانا بدور برضو لقيت الجامبر ده كيوت قوي لونه بينك، فدلوقتي بقيت محتاره بين ده او ده. عارفين يا جماعه ايه اكتر حاجه مضايقاني دلوقتي؟ ان انا حرفيا كده هشتري حاجه بس لمجرد ان انا اشتري حاجه للتحدي ده، لكن مفيش ولا حاجه عجباني. فاللي انا هعمله في السيناريو اللي زي ده ان انا مش هجيب ولا اي حاجه، هجيب حاجه صغيره قوي. اوه دي حلوه قوي. محل اسمه تايبو، محل حلو قوي، في حاجات للبيت، في حاجات كده لل اوكي. واو شوفوا ما احلى دي للشوربه او للاندومي، شوفوا ما احلى شكلها، كيوت قوي.
جايز رجلي مش بس بتوجعني اللي بعده، مع ان على فكره الشوز بتاعي مريح، يعني انا لابسه اريح شوز بالنسبه لي، بس فعلا يا جماعه رجلي بدات توجعني جدا وبدات اتعب من الشوبينج. حاجه مستحيل كنت يعني في حياتي اتخيل ان انا بقولها، بس فعلا تعبت من الشوبينج. اوكي يا جماعه انا دلوقتي في ماكس، والمفروض دلوقتي ان التحدي اني الاقي على الاقل حاجه واحده بس اشتريها من المحل. كل ده وانا تعبانه ومش واكله وبلف على رجلي من الصبح، وبجد تعبت من الشوبينج. جايز شوفوا ما احلى ده، كيوت قوي. ده بالنسبه لي احلى قسم في المحل كله، لاني بعشق الزرع وبيدي شكل تحفه في الاوضه. شوفوا دي ما احلاها. جنن شكلها في الوحدة. أنا تعبت، أنا زهقت من الشوبينج. جايز معقولة أشوف حاجة زي دي وما أجيبهاش؟ شكلها يجنن وكمان ناعمة قوي. سو هاخد ده. يا جماعة أنا مش حاسة برجليا، بجد مش قادرة أقول لكم قد إيه رجلي بتوجعني. أوكي أكيد أول حاجة جبتها هي النبتة دي، شوفوا ما أحلى شكلها جايز، شكلها بجد يجنن بس تبطل تدخل في عيني. ثاني حاجة جبتها هي برضو نبتة، شوفوا ما أحلاها جايز، تحسوا ان هي كده صباره او حاجه كده، شكلها حلو قوي وغريبه، يعني اول مره اشوف حاجه كده. وبعد كده جبت الروب البينك ده اللي شكله يجنن، هو مش باين دلوقتي خالص على الكاميرا علشان الشمس، بس هو كده روب للبيت ولونه بينك، وجايز مش طبيعي قد ايه مريح. واخر حاجه جبتها من ماكس هي السليبرز بتاع البيت ده، الفرو يجنن يا جماعه ومريح جدا وناعم قوي. اوكي من فوريفر 21 جبت النضاره دي، صراحه انا جبتها بس لانه ما كنتش عارفه اجيب ايه، وكنت اوريدي دخلت فوريفر 21، بس شكلها عجبني. او ماي جاد، على فكره ممكن اكمل بيها الفيديو النهارده لانه الشمس داخله في عيني. واخر محل رحت عليه هو تايبو، هو ده الطبق اللي جبته من تايبو، ده ممكن نسميه طبق او كوبايه او مج مش عارفه، بس هو عملاق يعني هو قد دماغي، يعني شوفوا دماغي جنب المج ده. دلوقتي بقى نروح ناكل لانه الوضع كده مش طبيعي ابدا، وانا هموت من الجوع وظهري وجعني ورجلي وجعاني وكل حاجه وجعاني. انا ليه عملت في نفسي كده؟ كميه التعب والارهاق اللي انا فيهم دلوقتي بجد مش طبيعيه، عايزه انام. بس دي امنيتي في الحياه دلوقتي، ممكن انام هنا في العربيه، يعني ما اظنش ان حد هياخد باله. هنكمل. And I set fire to the rain. عرفتوا ليه دلوقتي لازم انام؟ عشان صحياني دلوقتي خطر على البشريه. كانه شعري طول ما شاء الله. سنعود بعد قليل. سو رجعت على البيت وجات لي فكره انه ليه ما نكملش شوبينج اونلاين. شوبينج اونلاين برضو يعتبر ان هو شوبينج. باي ذا واي جايز، خدتوا بالكم من حاجه؟ حطيت النبته الجديده هنا، ايه رايكم فيها؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه رايكم في النبته الجديده. شوفوا يا جماعه علشان كده بحب الشوبينج اونلاين، عاملين بلاك فرايدي سيل على حظي الحلو. كيف فتحت على قسم البوت ده، على فكره يجنن، ده يجنن جايز. لسه شايفه منه بالظبط، يعني نفسه بالظبط ب 300 درهم من H&M، تخيلوا. اتوباك ده حلو قوي للشتا على فكره. انا بجد يا جماعه محتاجه انام على الاقل حتى نص ساعه، يعني هنام اخد ناب كده صغيره واصحى تاني اكمل شوبينج. much later. Ooh.
لازم يعملوا لي هاشتاج روان ملكة النوم. يعني شوفوا قد ايه وشي منفخ حاليا وما فيش حد غيرنا في الشارع. الساعة دلوقتي 2 بالليل ورايحين على السوبر ماركت. اوكي يا جماعة وصلنا على الماركت. طبعا ده هو الوحيد اللي بيفضل 24 ساعة فاتح اللي هو سبينيس. زي ما فهمتكم لازم اشتري على الاقل حاجه واحده من السوبر ماركت. انا مش عارفه صراحه انا عايزه اجيب ايه. انا عايزه انام يعني. انا عايزه انام بس خلونا نشوف. هتجيب دي؟ شكلها حلو. او ماي جاد دي شكلها احلى بكتير. دي بتعمل بيتزا يومي. انا هجيب دي. ماي جاد يا جماعه شايفين الاوريو ده قد ايه؟ او ماي جاد اكبر منك. حطيه جنبك كده. كده جايز نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. تحدي النهاردة كان من أصعب التحديات اللي عملتهم حرفيا في كل حياتي. اوعى تطلعوا من الفيديو من غير ما تكونوا عاملين لايك وسبسكرايب وكومنت وشير وكومنت. قلت كومنت كم مرة؟ قلت كومنت وبس. جايز thank you so much for watching. بحبكم قد الدنيا كلها وإن شاء الله أشوفكم في كل الفيديوهات الجاية. باي جايز.